اهلا فيكم، معكم فهد الشيح. انا الحين دعوه جتنا من كابكوم ان نجرب لعبه ريزدنت ايفل 2. طبعا كلنا جرب الديمو حق ليون، لكن الحين بجرب الديمو حق كلير. فخلونا نبدا بكلير ديمو. بسم الله. شوف الحين كلير ريدفيل قصه حياتها. صراحه انا من الاشخاص اللي ببدا بلعب بكلير قبل ليون. انت ايش بتلعبون؟ انتم اكتبوا تحت بالكومنتس ايش اللي بتلعبون فيها. بتلعبوا بدايه بكلير ولا بتلعبون بليون؟ انا شخصيا بلعب بكلير اول بعدين بلعب بليون، لان كذا الكلاسيكيه كنت لعبت بكلير اول بعدين لعبت بليون. نبدا بكلير. طيب نفس الشيء. الظاهر هذا برضه ديمو نفس الفكره عندي، بس الساعه العب نحاول نخلصه باذن الله. الشنطة فيها شيء، خلنا نمشي. نفس ديموليون من ناحية تستخدم السكينة تلقى الوان تضرب. طبعا اللي شاف بث ريزنت ايفل اللي سويته باللعبة ليون علمتكم ان احسن طريقة تذبحون الزومبي مو المسدس، السكينة على تحت كذا كذا كذا. الحين بجي بوريكم اياها، بوريكم اياها ان شاء الله جاني زومبي بوريكم اياها. المسدس لازم تحاولون انكم توفرون، لان لعبة ريزنت ايفل اصلا مسوينها على انها لعبة صراع بقاء، يعني لازم اغراضك ما تصرفها كلها، لازم تحاول انك تقتصد فيهم، خاصة الرصاص اهم شيء. مو اي زومبي تلقاه تذبح تقدر تنحاش منه. اعطاني النحشة، خلنا نركض احسن. سنة قفع عن الدمو وحنا ما خلصنا، نحاول نخلصه باذن الله. الا اذا عجب بوس شيء ثاني ذا. طيب هذا باب. اوكي النظام ريزنت ايفل مقفل، افتح من الباب الجهة الثانية. طيب. جرنيد يا ولد. اذا جانا بوس استخدمه ضده. زين. وين نروح الحين؟ يا الله ايش هذا؟ ما عندي شيء يفتح اصلا حاليا. واضح ان الديمو هذا فيه اشياء كثيره استكشافيه، بس تعرفون الوقت ضيق فيمدينا نستكشف كل شيء، لكن اريكم اللي اقدر عليه ونحاول زي ما قلنا نخلص الديمو. هذا ايش يسوي؟ ولا شيء، نور بس. هنا ما جيت انا صح؟ اتوقع ما جيت هنا، ترى ذكرتي انا مره 2 ميجا بايت. ايوه اوكي. في احد يمشي؟ يا الحبيب مين في؟ بدينا بالرعب، بدينا بالخرعات. نشوف شو يصير. ترى الجزء هذا مخيف جدا، فهذا حماس اخر من ديموليان. انا خفت صراحه. اذا ما حد شاف ديموليان موجود بالقناه، تقدر تشوفونه بث سويناه حي. فتقدر تشوفونه. اوكي. للأمانة ما أتذكر الأماكن هذه. واو محرك الرسوم الار اي انجن هذا شيء غير طبيعي. ايوه ايش هذا؟ يا حليلها. بحاول ما اتكلم عشان ما احرق عليكم النيو كامرز، الناس اللي توهم يشوفون ريزنت ايفل. انا عارف من هذه طبعا لان لعبت القديمه، فما راح اقول لكم اشياء حرق في اللعبه لا تخافون. والله بعذره تأتع من الزومبيز اللي شافتهم، اكيد شافت زومبيز يعني. ها تقول انت تحتاج مساعده. من جد انت تحتاج مساعده. ايوه في واحد وراي. اما الحبيب. من اولها بوس فايت؟ ما يصير كذا يا دبو. هذا السلام عليكم حقكم؟ يلا نشوف الجلد الحين. الله يعين. اي والله. اوه شو 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 اول شيء دقيقة. انحاش 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 يا ولد. انحاش. بيشوف اسلحه. ايوه هنا اسلحه. طيب هذا كله عارفه. فنحط له جرنيد اكويب. اوكي بس كذا ما نحطه في مكان. سب ويبن صار. يعني اسوي كذا قطعنا قنبله. كفو يا انا. بعدين كانه في شوت جن عندي، كانه في شوت جن. الشوت جن من اهم الاسلحه موجود، بس عندي رصاصه واحده. فرخ فيه ما عندي مشكله. تعال تعال. اولو اوه وصار شكلي فجرت شيء بالغلط. والله جد
انحش انحش عصب علينا الاخو يا الحبيب مو كذا يا ولد. المسدس وينه؟ المسدس وينه؟ دقيقة مسدس فوق. اوكي وين؟ يا ساتر انحش يلا. لا اسفين الوان كان مدينة تضربه. ايوه رفسناه. العين فتحت يا ولد. دقيقة طبعا جيب عينه. ايوه فقعنا العين. يا سلام ما ادري وين اروح. اوه هرب شيل هرب مدير. ايوه الحين نسوي كذا. دقيقة يخلط هرب. نخلط الهرب الاول. لا مو اكزامن عارف محافظين الهرب اكزامن مين. نسوي خلط. ايوه كويس مدير. الظاهر هذا اللي يسوي كومباين مع شيء ثاني. وات ليش ما عندي سلاح هذا اصلا؟ ايش هذا مو حق جرنيد؟ اي والله ما عندي جرنيد لانشر. يعني نكبت نفسي سويت سلاح ما عندي. ايش هذا شوتجن؟ ليش هذا نقل؟ طيب يا ابو شو اسوي؟ ما يصير مو زي القديم. اوه دوا نسيت اخذه. اي والله دقيقة يا بنت الحلال خلنا ناخذ الهير. ايوه رصاص حط يا مدير. كومباين اوه هذه حلوة. تاخذ رصاص كومباين. الجرنيت الثاني جيب مدير. سوي كويب وهناك المفروض وين؟ انا حاسس انه هناك. انت مش رايكم؟ زد المكان هذا مرة غلط لأنه حبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما يشوفني. وين اسمع انا بس. لا لا انا عيبك هذه علينا يا حيوان يا كلب. والله خوفني. قرنيت وين قرنيت؟ ايوه انحاشي ضربته. روح جثاني. مسدس لا مو وقت تشعقي. والله خوفني. تعال يا كلب تعال. لا هي والله كان هنا شيخ نينجا ذا. بلا استهبال يا لعبة. خلاص وخر الله. ايوه لا ليه ايوه هيد شوت. افتح عينك. موت لا دمي. دقيقة هرب. عندي لا يا رب يموت. لا ايوه جيله طعني. شت. ايه هرب شو عاد فيه؟ هرب خذ هرب لا والله ما كنت بس وكذا. دقيقة فضي ام رصاص فيه. ايش هذا؟ هذا مجر شكلها. طيب دقيقة خلينا نجرب. هي خاربة. تعال. ايوه يس موت. هاي قلبي. اوكي لا لعبة تخوف. ما ادري خلص ديمو لا ما ادري ايش بدأت ديمو في بوس. نكمل شو يصير. الله يستر. يلا نشوف ايش في الحين.
وين راحت البنت؟ يا ربي. أكيد يعني ما في أحد. ذبحت بوس. I am sure. أكيد ما في أحد. تعال انزلي. حياك. بجيب أمك وأبوك وعائلتك. أنت انزلي وبس ما عليك. خلنا نمشي. خلنا نكمل الدمو. يلا. حلو. انا ارقالها مو هي تجيني. بنات اخر زمن ذولي. دلع دلع بنات. يلا 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 ذس واي. ابد انا بس توش مع بوستو طاقتي ما اكلت تبن وانت ذس واي. يلا تشرطي. وديني السيف روم الله يخليك. ابي اسمع موسيقى السيف روم. ابي ارتاح نفسيا واطمئن. ايش هذا؟ اوه اوكي. وش السالفة؟ اوكي يلا سنصير هناك. هذه حركة حلوة. تقدر تلفل الشنطة حقتك. تجمع اشياء وتلفل الشنطة حقتك. ما اذكر القديمة كان فيها ولا لا. ما اتذكر صراحة فما اقدر افتي بالموضوع. بس انا شكلها حاجة رهيبة عجبتني. اوكي نرقى فوق. مواقف دائما مواقف الزومبيز هذا يعني كومبينيشن ما في كذا ما في حسن منه. دائما اي فيلم مرعب كذا يجيك مواقف في زومبيز. العاب كثيره فيها مواقف مليانه زومبيز. انتم حين في مواقف اكيد بيجوكم زومبيز يعني مو شيء صعب. الله يعين الله يعين. ما فيش حدا. ما فيش حدا. ايش هذا؟ ما عندي كرت. ما عندي كرت. عندي اسد راوند مسوي حق رنيت. ايه. يلا عاد الكي كارد هذا فحط عشان تجيبه. فحط. شوف الحين. الكي كارد كيف نجيبه؟ اه مين؟ هذا مو كنا الشرطي الهندي في افلام الهنديه اللي ينقلب الجيب على طول اول واحد. هو نفسه صح؟ ايش يبغى؟ وات ليش؟ اوكي شرير ذا. ما ذكر ذا المقطع من القديم. يمكن كان موجود بس ذا سيم زمان القديم يوم لعبته. اوه لا تضرب لا تضرب لا تضربها لا تضرب كلير. كلير شيري كم وذ مي ناو اور سي جود باي تو كلير. اوكي اوكي ايل جو. يو بيتر بي تيكينج مي تو ماي مام. ابسولوتلي. Tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously nobody taught you manners. Fix that. Go, yes you will. Let me go! No, no, no. البنية. والله يسبسبون. ما أعرف ليش ما يحتاج يسبسبون يعني ما أدري بس.
القديم ما كان في سب ابدا، كان مره نظيف كلامهم، ما اذكر كان في سب ابدا. هاي ايش نسوي؟ ايش صار؟ اوكي كمل اشوه تخلص. لحظه خلصنا الديمو. طيب هذا Resident Evil 2 راح تنزل ان شاء الله قريب جدا جدا جدا، 25 جانيوري بتنزل اللعبه، فان شاء الله تكون استمتعتوا، ضغطوا لايكات واشتركوا بالقناه لا تنسون. زي ما قلت لكم لما تشترون اللعبه اي شخصيه تبدون فيها تبدون بكلير ولا راح تبدون بليان، شخصيا ببدا بكلير. كلير في القديمه كانت المود اللي مو سهل خلينا نقول اللي كويس الناس يدخلون فيه. ليون كان المود اللي كان اصعب منها، فعشان كذا افضل ادخلوا بكلير اول للجدد ذولي عشان تعرفون اللعبه وتفهمونها، بعدين العبوا بليون. كمان كبات شيء، يعطيكم العافيه، مع السلامه.